حسناً تشقلبنا، والآن حان وقت الطعام. ما زالت ترفض الطعام؟ إذن ماذا تريد الآن؟ آمل، ليست شقلبة أخرى. رجاءً أريد منكما أن تعد حتى المليون. إنها تريد أن نعد للمليون. رائع، أنا أحب العد. هذا غير معقول، مليون؟ نعم، مليون. حسناً أيتها اللطيفة. واحد، اثنان، ثلاثة. سنستغرق اليوم كله. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة وسبعة، خمسمائة وثمانية. تسعمائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون. ومليون. نجحنا، إنها جاهزة للطعام. هيا يا لولو، لقد تشقلبنا وعددنا للمليون. تناولي الطعام. ما الأمر؟ ربما هناك طريقة أخرى لمعرفة ما تريده، لم نحاول التعرف عليها بعد. لا وقت للتعارف، كما أن المترجمة تعمل، عليها إخبارنا برغبتها. لو لن أسبب مشكلة، أريد مقابلة قرد. ها؟ مقابلة قرد؟ ها، مهلا. مرحبا لولو، هذا مارتي. مارتي، هذه لولو. حسنا، قابلت القرد، تناولي الطعام. ماذا بعد؟ أريد أستروماتس فلوريديا، زهرة نادرة تنمو في قمة منحدر الجبل الكبير. احذر يا بيب. أمسكت بها. سأنقذك يا بيبستر. هي الزهرة. أريد رقصة الغلام والشفائر. بيب، أظن أن آلة الترجمة لا تعمل. بالتأكيد لا تعمل. تبقت ثلاثة مثلجات فقط، ولم نكتشف ما تريده لولو. يوهو، هل انتهيتما من تحضير لولو؟ عذرا يا بودي، طال الأمر أكثر مما توقعنا. يبدو أننا لن نذهب لشراء مثلجاتي المفضلة. مثلجاتك المفضلة؟ سيكون هذا محزنا. هل أجهزها أنا؟ أمتأكد؟ لقد واجهنا صعوبة في إطعام وتحميم لولو. سوف أجد حلا ما. هيا اذهبا، أحضر المثلجات. حقاً؟ رائع! شكراً يا بودي. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر، وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.